اهلا وسهلا بيكم مع اول فيديو في رف الكتب برعايه دارتويا للنشر والتوزيع. لكن قبل ما نبدا اتمنى تعملوا اشتراك في القناه وما تنسوش الاعجاب بالفيديو، ومنتظر ترشيحاتكم وارائكم في التعليقات. فيديو النهارده عن كتاب تاريخي مهم صدر مؤخرا في معرض القاهره الدولي للكتاب 2021. انا خالد الجزار ومش هطول عليكم، ويلا بينا نبدا مراجعتنا. اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. النهارده مراجعتنا عن كتاب تحتمس الثالث. كتاب تحتمس الثالث اصدار دار الكتاب العربي 2021، تاليف دكتور ريتشارد اي جابريل، وترجمه وتعليق دكتور محمد رأفت عباس. اللي ما يعرفش دكتور محمد رأفت عباس من الناس المتخصصه في تاريخ مصر القديمه، وله ابحاث وله صولات وجولات في هذا المجال. طيب الكتاب زي ما احنا شايفين الغلاف بتاعه غلاف بسيط جدا، خلفيه زرقاء وراس وجه تحتمس الثالث. التصميم للغلاف دوت هو تصميم قسم الجرافيك في دار الكتاب العربي. الكتاب زي ما احنا شايفين من القطع الكبير مش من القطع الصغير، مكون من 367 صفحة في 9 فصول، مزود بكتير من الصور والخرائط التوضيحية. الفصل الأول بيتكلم لنا عن تحتمس الثالث نفسه، والأول قبل ما نتكلم عن الفصول خلينا نعرف إن الكتاب ماهوش سيرة ذاتية لتحتمس الثالث. لا خالص، هو ما بيتكلمش عن تحتمس الثالث ك يعني بيسرد لنا تاريخ حياته، لا ده هو بيتكلم عن مصر والعالم كله في التوقيت ده. تحتمس الثالث الملك رقم 5 في الاسره ال 18، راس الاسره ال 18 دوت هو احمس طارد الهكسوس من مصر. من اول احمس لغايه تحتمس الثاني كان تقريبا هم الملوك واستراتيجيه الملوك دي منصبه في فكره ان هم عاوزين يطردوا الهكسوس من مصر أو يأمنوا مصر ضد الهكسوس، إلى أن ظهر تحتمس الثالث. تحتمس الثالث تولى الحكم وهو عنده 5 سنين، وكان تحت وصاية مرات أبوه حتشبسوت. فضل في الحكم لمدة 5 سنين، يعني لغاية ما وصل عمره 10 سنين، وبعدين بطريقة ما استولت حتشبسوت على الحكم وأصبحت هي الملكة الرسمية للحكم. الفترة دي استمرت 20 سنة. طب هو في ال 25 سنة دول بقى، اللي هو لما رجع للحكم كان عنده 30 سنة، في 25 سنة من أول عمر 5 سنين لغاية سن ال 30 كان موجود فين؟ الطبيعي إن هو لما بيوصل لسن 5 سنين بيروح المعبد اللي هو المدرسة، بيتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب والتعليم الدينية في الفترة دي. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بعد كده اللي بيحصل تقريبا في سن 12 بيبتدي ينتقل هذا الطفل، وده مش تحتمس بس، ده الطبيعه المصريه كلها كده يعني، او المجتمع المصري كله كان بالطريقه دي. ينتقل الطفل من مرحله الطفوله الى مرحله الرجوله. الكلام دوت بيتم عن طريق الختان، وفي لوحه بتبين الدكتور وهو بيعمل عمليه الختان لتحتمس، وهو واقف بمنتهى القوه ومنتهى الشجاعه لهذه العملية المؤلمة. طيب بعد 12 سنة، من يعني في تقريبا كده فترة كده محدش بيتكلم عنها كتير ومش معروفة أوي تاريخيا، ولكن في الأغلب إن تحتمس الثالث، وكل المؤشرات بتدل على ده، إن تحتمس الثالث انتمى للمؤسسة العسكرية. بيبدأ الكاتب نفسه اللي هو ريتشارد اي جابريل يتكلم عن او يعقد مقارنه بين تحتمس الثالث وبين الاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر في التاريخ كلهم بيعتبروه ان هو الاعظم في التاريخ، وان هو اكبر مكون للامبراطوريات وما شابه ذلك. لكن في الحقيقه ريتشارد ايه جابريال بينصف تحتمس، لان تحتمس معروف ان هو اول حد كون امبراطوريه على مستوى العالم، وبيقول ان تحتمس الثالث اقوى
واهم من الاسكندر الاكبر. ايه الاسباب اللي بي 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 بيقولها هنا؟ ده موجوده في الكتاب، اللي هيقرا الكتاب هيطلع عليه يعني يقدر يكتشف ده. من خلال الكتاب برضو بنقدر نعرف الحياه العسكريه ومدى قسوتها في 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 التوقيت دوت، وقد ايه كانت هي حياه صعبه، وقد ايه هي كان مش اي حد يقدر ينتمي للمؤسسه العسكريه. في الفصل الثاني بيتكلم عن ازاي تحتمس الثالث قدر يغير الاستراتيجيه في مصر. مصر طول عمرها معروف ان هي الوادي، الدلتا والوادي، وهم دول المأهولين بالسكان من منذ القدم يعني، الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، فكان ده بيعتبر غطاء طبيعي وأمني للمصريين. لكن مع دخول الهكسوس مصر الفكرة دي بدأت تتغير. فإزاي قدر تحتمس إنه هو يغير الاستراتيجية دي، وإزاي الاستراتيجية دي استمرت بعده تقريبا لمدة 500 سنة؟ يعني تأثير تحتمس الثالث، ودوت من ضمن الأسباب اللي هو بيقول إن هو أهم من الإسكندر الأكبر، إن تأثير تحتمس الثالث دوت استمر لمدة 500 سنة، لمدة 5 قرون بعد موته. بيكلمنا عن إزاي تاريخ تكوين الجيش المصري في الفترة دي، وان الجيش المصري كان بداية كده ان في اقاليم محافظات، الاقاليم دي كان بيبقى فيها جيوش، ولما بيكون الملك عاوز يحارب او عنده حملة بيبتدي يطلب من حكام الاقاليم ان هم يمدوه بالجنود، ومن هنا بيتكون الجيش وبيبدأ يعمل الحرب بتاعته او يعمل الحملة بتاعته. الغريب في الموضوع ان احنا لما بنبص للجيش في الوقت دوت بنلاقي ان هو ما كانش جيش بسيط، لا ده كان في ترتيب، وكان جيش معقد وفي رتب عسكرية، وان الموضوع اشبه بالجيوش الحديثة المعاصرة اللي موجودة دلوقتي، وكل واحد له رتبته. وكان في أوسمة ونياشين بتمنح للضباط لما بيقوموا بعمل شجاع. تحتمس بقى هنا عمل حاجة جديدة خالص، وهو إنه يمنح العساكر الأفراد العاديين الرتب النياشين دي. كان أهم حاجة مثلا كده وسام أو نشان بيسموه الذبابة الذهبية، تشبيه الذبابة زنانة، وان هو بيشبه الضباط بتوعه او افراد جيشه، مش هو ده 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 من زمان يعني، بان هم زي الذباب في مهاجمة العدو، ما بيكلوش وما بيتعبوش من المهاجم. الوسام ده كان قاصر فقط على الرتب العسكرية الكبيرة، لكن تحتمس الثالث قدر ان هو او عمل حاجة جديدة ان هو يمنحه للأفراد الجنود العاديين. لما قامت الحرب ضد الهكسوس، واحنا دايما بنقول ان الهكسوس، ان احمس طرد الهكسوس، ما قضاش على الهكسوس، الهكسوس رجع تاني للشرق، لمنطقة الشرق. المنطقة الشرق ديت اللي هي بالنسبة لنا دلوقتي فلسطين والأردن وجزء من سوريا كده ولبنان. تحتمس كان عنده رغبة شديدة في انه هو يطور الجيش، وان هو يستعين باحدث تكنولوجيا موجودة في الوقت دوت. طب علشان يعمل ده كان لابد انه هو يسيطر على المنطقة اللي فيها الهكسوس، الرعاع دول. فبدأ من هنا يشن حروبه. اهم حاجة كان هو عاوزها في المنطقة دي حاجتين، الاخشاب والقصدير. القصدير علشان يقدر يعمل من خلاله البرونز، ما خلطه مع النحاس يعمل البرونز، السلاح الأقوى في الفترة دي، لأن الأسلحة في مصر كانت من النحاس. الحاجة التانية اللي كان عاوزها تحتمس الثالث من المنطقة دي هي الأخشاب لتصنيع السفن. من أهم مميزات أو من أهم الأعمال اللي قام بيها تحتمس الثالث إن كل أو الأسطول البحري
الحربي بتاع مصر كان مصمم لسريان في النيل، لنقل الجنود من الوادي لمثلا علشان يهاجم النوبة. لكن تحتمس بدأ يصمم اسطول للبحر الأبيض المتوسط، وده كان شيء جديد بالنسبة لعلم البحرية أو للبحرية المصرية في التوقيت ده. تحتمس الثالث مش بس كان سابق الاسكندر الاكبر، لا ده انا اقدر اقول لك ان هو كان سابق نابليون بونابرت نفسه. ازاي؟ تحتمس الثالث كان مع كل تجريده، مع كل حمله بيقوم بيها، كان بياخد معاه علماء متخصصين في النبات وفي الحيوان، يعني كانه رايح يعمل حمله زي الحمله الفرنسيه كده اللي عملها نابليون، وجايب ناس تعمل له كتاب وصف مصر. فكان بياخد معاه الناس دي علشان ينقلوا النباتات المهمة ويزرعوها في مصر، الحيوانات اللي مش موجودة في مصر ياخدوها يعملوها يربوها في مصر. على سبيل المثال مثلا الدجاج، الفراخ ما كانتش موجودة في مصر أساسا، ماهيش طائر مصري أساسي يعني. ولذلك لو احنا بصينا على كل اللوحات اللي موجودة هنلاقي فيها البط والأوز، البط والوز بس، لكن ما فيهاش فراخ. جت مع حاجة زي كده. طيب الحاجة التانية ان هو كان بياخد زي مراسلين صحفيين معاه، بياخد ناس كتاب متخصصين علشان يكتبوا تفاصيل المعارك دي، الأرقام بالظبط، أرقام الجنود، أرقام اللي قضوا عليهم من العدو وقتلوهم، أرقام الأسرى عددهم كام، الأشياء اللي تم اغتنامها، كل الحاجات دي كان هو حريص جدا إنها تبقى تتم بشكل رسمي. قد إيه الراجل ده كان متقدم، وقد إيه الراجل دوت كان عقليته سابقة كتير قوي التاريخ. الكتاب ده مهم جدا لانه بيعالج حاجات كتيره. تحتمس قام ب 17 حمله خلال فتره حكمه، وسع الحدود المصريه من ناحيه الجنوب في النوبه، واحنا لما بنقول النوبه ما نقصدش النوبه اللي هي في اسوان، جنوب اسوان، لا ده هو النوبه هنا في التاريخ هنا بيتكلموا على السودان. ان تقريبا الحدود المصريه في الفتره بتاعه تحتمس الثالث وصلت قرابه موقع الخرطوم الان، يعني بينها وبين الخرطوم كان عده اميال كده عند الجندل الرابع، وده حدود لم تحدث من قبل في تاريخ مصر مطلقا، ان مصر تتوسع جنوبا لهذه الدرجه. سيطر على الشرق كله زي ما قلنا، وعمل اسطول بحري للبحر الابيض المتوسط مش بس للنيل. راجل عظيم، راجل بيعرفنا تاريخنا، يعني قد ايه احنا المفروض نبقى فخورين بيه. وفكره ان البعض المنبطح دلوقتي واللي بيقول ان احنا ما نقدرش وما نعملش وكلام من دوت، قد ايه الفكره دي غلط، وقد ايه احنا قادرين وقادرين ان احنا نثق في قوتنا وفي جيشنا اللي يقدر يعمل كتير 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 جدا. لو احنا الاعمال كمان من اهم الاعمال اللي كان بيعملها تحتمس، انه في الفتره دي كان في حاجات معينه هي كانت بالنسبه لهم اثار قديمه. يعني احنا بنتكلم على تحتمس، لا ده ايام تحتمس كان في حاجات، معابد، الاهرامات مثلا كانت بالنسبه لهم اثر قديم، يعني ان هو اهتم بالمعابد دي واعاد ترميم الكثير والكثير من المعابد، خاصه في الشمال في المنطقه اللي كانت تحت سيطره الهكسوس في الفتره دي، وان كتير من المعابد كانت اهملت وكانت اتدمرت، فهو قدر ان هو يعيد تاهيلها. لو انا هقيم الكتاب دوت هتكلم عنه، يعني انا بصراحه مش لاقي تقييم له، لكن اجمل ما في الكتاب هو الترجمه، لان لو ما هتقرا الكتاب دوت استحاله تحس ان الكتاب ده كان مكتوب باللغه الانجليزيه وتم ترجمته. الدكتور محمد عمل مجهود جبار جدا في الترجمه، عمل ترجمه ادبيه عسكريه تاريخيه رشيقه جدا، لدرجة انك انت استحالة انك انت ممكن تعتقد ان الكتاب دوت
مترجم من لغة أجنبية. بالعكس خالص، أنت هتحس إن الكتاب وكأنه مكتوب من الأساس باللغة العربية، ودي مهارة المترجم هنا. في النهاية بحب أشكركم، وبرضو بقول لكم أنا منتظر تعليقاتكم وترشيحاتكم للكتب أو الروايات اللي أنتوا عايزين نعمل عليها مراجعة، وإن شاء الله نلتقي على خير في فيديو وآخر مع رف كتب. سلام عليكم.